أحب الناس إلى الله ينفعهم للناس. مبارك عليكم الشهر، عسى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قبل 100 سنة من اليوم، والقصد أني أنا أرجعكم 100 عام، عام 1909، عاشت منطقة نجد أسوأ أيامها من الجوع والقحط. يا ترى الناس كيف وش يعرفون عن هذه السنة؟ مثل ما شفنا حنا وإياكم، الناس ما يعرفون عن هذه السنة إلا أنها سنة جوع وقحط، لكن حنا راح نعيش حنا وإياكم بلسان أهلها مع الشيخ محمد الجبري. واحد يقول والله أن جاي مسافر، يوم أنه جاء له واحد ما عنده شيء، لقوا عنده جلد، قام عليه ودقه، سووه ودقوه وقام يلهمون يأكلونه ويشربوا عليه ماء، جلد معلق، سووه على النار ودقوه في النجر وكلوه، حطوا عليه شوي ما وكلوه. واحد مسافر وشاف ناقته أثرها فيه خف بعير يابس ناشف في الأرض، وياخذه يشويه ويدقه وياكله. مرت الأيام وتبدل الحال من أزمة في الجوع إلى صدارة في الهدر حسب الإحصائيات العالمية. 11 كيلو جرام للفرد الواحد معدل الهدر في الدول الفقيرة، بينما الدول المتقدمة 115 كيلو جرام. مع الأسف المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى بمعدل هدر 250 كيلو جرام للفرد الواحد. معدل الهدر المالي للأطعمة في المملكة العربية السعودية 49 مليار، بينما المملكة العربية السعودية تستورد 80 مليار من الأطعمة من الخارج. 90% من الأكل الموجود في الأفراح والمناسبات يهدر، بينما 30% من الأكل اللي احنا نستورده من الخارج يهدر. للأسف الأشياء اللي احنا قاعدين نشوفها جدا مسيئة لنا. مناسباتنا الضخمة يكثر فيها الإهدار، وذلك من باب الكرم، وبين الكرم والإهدار خيط رفيع. ماذا قال الباحث عبد الله الفوزان عن هذه النظرية؟ عندما نتحدث عن الإسراف نحن نتحدث عن قضية محورية، وهي العلاقة ما بين الكرم كقيمة اجتماعية في المجتمع السعودي وأيضا الإسراف في الجانب الآخر. فنحن لسنا ضد مبدأ الكرم الذي يعني أنك أنت كمضيف أنك تقدم للضيوف قدر حاجتهم وحسب العدد الموجود، لكن الإسراف يأتي عندما أنت تقدم للضيوف أكثر من حاجتهم، وبالتالي يصبح هذا نوع من الهدر. مأكولاتنا اليومية وعزائمنا الكبيرة، كيف يتصرف الناس مع الأكل الباقي في هذه العزائم؟ إذا زاد بعض الطعام عندي في البيت حطيتها في الثلاجة وسخنتها اليوم الثاني. الحادة فائض الطعام يوزع على جمعيات خيرية يا عمال، والله على حسب الطعام، هنا يا احطه في الثلاجه، اذا الطعام كثير ودينا على المساجد للعمال في المسجد او
العمال في الحاره النظافه؟ يكون مثلا اخذ معي من المنزل، اذا كان مثلا عمال عندنا في المسجد، عمال نظافه المسجد، او انه يكون احتاط في البيت نفسه احطه في الثلاجه اليوم الثاني يكون معنا في البيت عادي. اذا في المطعم يعني احاول اعطي بحل المطعم محتاجين او بعض العماله زي العمل النظافه وخلافه. ممكن افرش للحيوانات وانتم بكرامه، للحمام، للقطاوه. اغلب ردود الناس انه يحفظونها في الثلاجه وياكلونها من بكره، وهذا شيء جدا طيب. في بيتنا صراحه احنا نقدر ناكلها 3 ايام، فما عندنا اي مشكله معها. راح نطلع فاصل حنا وياكم ونرجع نكمل مبادرتنا. مبادرتنا اليوم لحفظ النعمة وكيف نحن نحافظ عليها ونوصلها بيدين الناس اللي محتاجتها فعلا. طبعا التعقيم المرحلة الأولى والأساسية في الموضوع. هذه الآن هي الأكلات اللي موجودة عندنا قدامنا. بداية الشغل قبل لا تجي عند الأكل، كيف بداية الشغل نقوس درجة الطعام بالجهاز هذا؟ بالجهاز هذا. والآن قسناه وطلعت الدرجة كويسة، وبعدين يتم فرز الطعام ويتم أخذ الأكل المناسب، لأن جمعية الطعام لا تأخذ الأكل الملموس. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تعبية الطعام. من ثم تعبية الطعام. من ثم تعبية الطعام. ماشي. يعني الان انا اشوف انه في ثلاث اقسام. ايه يعني تحطون الرز في جهه، الله، والدجاج واللحم. اي نعم، وجبه متكامله يعني. ما شاء الله تبارك. والجريش طيب ما تلفزون له على جنب؟ لا لا لا، يعني وجبه لحالها. وجبه لحالها. اي نعم. طيب انا احب المكرونه، نحط مكرونه. اي نحطها. طيب يلا. الان ابغى اعرف، الان في مثل من الاطعمه هذه في اشياء تصلح وفي اشياء ما تصلح انها تستخدم؟ صحيح، في اشياء سريعه الفساد. الله عليك، هذا اللي ما تصلح. الله عليك، احنا اهم شيء للفساد. اي الفساد. طيب مصيبة. وشلون تقدرون تعرفون عنها؟ في اكل يحفظ واكل لا يشال، البحريات اللي فيه صوص، اللي فيه مايونيز، لانها سريعه الفساد. اي صوصات هذه تكون سريعه الفساد؟ هذه سريعه الفساد، يعني يا توزع في يومها يا ما توزع بكره. اي ما توزع بكره. اها، البحريات كمان سريعه الفساد على طول، سريعه. طيب الان في استفسار اخوي محمد، هل في معيار معين او وزن معين للوجبه؟ ايه. كم 650. 650 جرام. اي نعم. ما شاء الله تبارك الله. من الجميل مشاركه العنصر النسائي في مثل هذه الاعمال التطوعيه، يا ترى كيف شعورهم اتجاه العمل؟ اشعر بسعاده من احفظ النعمه هذه من الهدر، الكميات اللي تنكب في الزباله، بالعكس اكون سعيده لما توصل المحتاجين ومساكين. قمة السعادة هذه لما أقوم بعمل خيري ينفع المسلمين. طيب بالنسبة للتغليف أخوي محمد، وش طريقته؟ هي تعتبر المرحلة الأخيرة. أبد تغلف وتوزع. أبد. طيب انا هنا قاعد اشوف اخوي محمد في شيء اسمه اسم الفندق، تاريخ التعبئه، وقت التعبئه، وصلاحيه الوجبه. هذه بيانات للمستفيد عشان يعرف كيف يستخدم هذه الوجبه، كيف طريقه تعبئه. وانتم تعبونها يدويا؟ لا، عندنا استيكرات. حلو. استيكرات مطبوع فيها كل شيء. مطبوعه توضع بالشكل هذا وجاهزه خلاص. جاهزة. المستفيد يناظرها عشان ياكل ويستفيد. صحيح. الله عليك. احنا الان انتهينا من جمع الطعام، لكن هذه مو مهمتنا الاساسيه. مهمتنا الاساسيه نقل هذا الطعام بعربات مخصصه ومكيفه تحت درجات معينه للناس اللي محتاجه الاكل هذا. بعد ما ننقل الاكل للجمعيه يكون بداخل ثلاجات لحفظها بدرجه بروده معينه. محمد، احنا بننقل الاكل عن طريق الباص هذا صح؟ طبعا عندنا ايه الباصات هذه مجهزه مبرده. مبرده؟ خلينا نفتح خلينا نشوف جوا ايش فيه. اساس صوصا للمستفيد. ما شاء الله تبارك. يعني هذه ثلاجه كم درجه الحراره داخلها يا محمد؟ ما تكون اقل من 5. 5. 5 ونبدا ننقل التجهيز. ما شاء الله تبارك الله. وكم عندكم من سياره نقل زي هذه؟
سيارة نقل عندنا خمس، توزيع عندنا توزيع صباحي وتوزيع مباشر بعد المناسبات على طول. وهذه الأكياس هذه طال عمرك توزعونها على كم أسرة في اليوم؟ طبعا اليوم عندنا 40 أسرة. حلو. ما يقارب 220 فرد. ما شاء الله تبارك الله. اي والله. وكم عدد الأسر المسجلة عندكم؟ قرابة 14,000 أسرة. 14,000 أسرة؟ اي نعم. يعني ويدور عليهم كلهم الدور؟ اي. وكم منطقة توزعون يعني كل يوم منطقة الرياض كاملة مثلا؟ إيه نعم. بما احنا في الرياض. اي نعم على حسب، احيانا يكون عندنا مناسبات شرق الرياض. اي يكون توزيعها مباشر على طول بعد المناسبة يتم توزيعها. والمناسبات اللي جنوب الرياض وشمال الرياض؟ والمناسبات ابد، يعني في مناسبات متأخرة يتم توزيعها على جنوب الرياض وغرب الرياض. اها ما شاء الله تبارك الله. وعدد الباصات اللي هذه تملكونها كم عددها؟ قرابة 11 باص. 11 باص؟ اي نعم. يطلع يوزع يوميا؟ لا بعضها توزيع وبعضها نقل. بعضها نقل، ما شاء الله. الله يوفقك. الله يوفقك. أكثر من 14,000 مسجل في الجمعية، لكن بجولتنا كان عندنا 40 أسرة مستفيدة، وإحنا الآن في طريقنا لهم. الأسرة هذه وش وضعها؟ كم عددهم الأسرة هذه؟ هذا 9 وهذا 8. هذا 9 أشخاص؟ نعم. وهذا 8 أشخاص؟ وهذا 8 أشخاص. وعندهم من يعولهم ولا ما عندهم؟ لا ما عندهم أحد. ويكون يعني يجي ظروفهم صعبة. أيوة ظروفهم صعبة. أي فإحنا نوصل لهم يومياً. يومياً يجي عندهم؟ أيوة نعم. الله يوفقنا. طيب نطق الجرس؟ أي نعم. ولا كيف الطريقة؟ ها أشخاص. أنا معي هنا 6 وجبات، هم كم عددهم؟ 6. هذول 6؟ أي نعم أيوة. وهذولي؟ 8 و9 هذول. بس ما نعطيهم بالزيادة عشان ما يظل عندهم بالليل ولا شيء. أها جميل. في أحد في البيت ولا؟ لا في. طيب أنا بعطي هذول. يلا. قربنا ننتهي من عملية التوزيع. شعور رسم الابتسامة على أوجه الأطفال ولهفة انتظارهم بحد ذاته دافع ومحفز للإنسان يحس بقيمة النعمة من حوله. طبعاً مثل ما أنتم شايفين حجم السعادة ولهفة الناس على هذا الأكل وهو بقايا أكل. للأمانة لازم تحفظون هذه النعمة عشان ما تزول عنكم. بنطلع فاصل ونكمل مبادرتنا معاكم. رؤية 2030 لها أهداف كثيرة في حفظ النعمة، لكن إحنا نبغى نعرف إيش أهدافها في المجال التطوعي والأعمال التطوعية. 2030 عندها رؤيتين بالنسبة للجمعيات الخيرية اللي مركزين عليها، اللي هي التطوع بحيث يكون عندنا 1,000,000 متطوع حتى 2030. الرؤية أيضا تحاول زيادة الناتج بالنسبة للجمعيات الخيرية إلى حوالي 5%، الآن هو أقل من 0.5%. مما لا شك فيه أن العمل التطوعي جدا مهم والمجال الخيري جدا أهم وحفظ النعمة الأهم والأهم. ففي شهر رمضان الكريم معروفين إحنا في موائدنا أنها كبيرة وطويلة وعريضة، فبالشكر تدوم النعم. فأرجو مشاهدين الكرام الاقتصاد في النعمة والمحافظة عليها وإرسالها للناس التي تستحقها، فبقايا أكلك ناس تحتاجه وتنتظر عند بيوتهم عشان يأخذونه. بإذن الله مستمرين معكم في مبادرة قادمة، انتظرونا بكرة بإذن الله.
سمي بالله يا مشعل. يلا 20 كيلو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله قدها ان شاء الله احنا وياكم ان شاء الله. يلا.